بشكل ممتاز. تسديد وهدف جميل، هدف جميل من فارغاس. فارغاس البيروبي يسدد كرة ممتازة على المرمى ويسجل هدف أول لفيورنتينا. جاءت تسديدة ممتازة وبعد محاولات وبعد أيضا سيطرة تامة لصالح الفيولا خلال شوط المباراة الأول، هدف وفرحة من جيزاني برانديلي أيضا مدرب فيورنتينا. وهنا يخرج أيضا فارغاس ويطلب بعضا من العلاج، وهنا يسجل هدف جميل جدا. نتابع مرة أخرى هذه الكرة المعادة، شوفوا فارغاس، كرة من مونتوليجو من مسافة بعيدة، فارغاس يستغل تقدم حارس المرمى ويسدد كرة قوية جدا، كرة رائعة لصالح فيورنتينا وهدف أول يأتي في المباراة، هدف من مسافة بعيدة. أيضا أندريا كونسيلي كان متقدم وكان في غير المكان.